السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في الخلاط والذوبان، مشروعي التكنولوجي كيف أحضر شراب السكر. شراب السكر غالبا الأمهات في المنزل تعرفوه في رمضان، كيعرفوا يصايبوا هذا الشراب ديال السكر. لا جيتي تسول دابا نتايا ماماك ولا باباك اللي بغيتي تعرف الشراب، سول عفوا سول غير ماماك، انت التلميذ ولا التلميذة سول ماماك تقول لك ملي كنكون شراب ديال السكر اللي كيديروا به الشباكية راه معروف. ها اذا كيف احضره؟ نقولوا ما هي مكونات شراب السكر؟ ما هي المكون ديال شراب السكر؟ سول ماماك تقول لك سكر ومعه ماء، سكر ماء و ليمونة يعني الحامضة، سكر الماء ليمونة يعني الحامض. أحتاج إلى ما يلي: الأدوات قدر صغير بمقباض كسرولة، موقد ديال النار يعني بوطة، قداحة، كأس، ملعقة خشبية باش ما توصلناش الحرارة، عصارة يدوية للحوامض باش دير فيها الليمونة وتعصرها. المكونات: سكر، ماء، ليمونة، سيترون. المقادير: كأسان من الماء، جوج كيسان ديال الماء، هما كأسان من مسحوق السكر الخشني، السكر كأسان، جوج كيسان ديال السكر سنيدة يعني بغيتي ديرو دابا ديرهم. عصير الليمون، والعصير ديال الليمون ملي تعصر في العصارة اليدوية. أنجز أطلب مساعدة أستاذتي: أصب الماء في القدر، كنصب الماء في القدر وأضيف إليه السكر، كنبقى نضيف له السكر ثم أحرك، كنبقى نحرك. أضع القدر فوق الموقد المشتعل، فوق النار مشتعلة. أترك الخليط يغلي إلى أن يتقلص حجمه إلى النصف، توصل النصف مثلا كان واصل لحد هنايا، توصل لحد هنايا يعني هو مثلا كيكون هذا هنا عمرنا حد هنا، عمرنا حتى مثلا ملي يوصل لحد هنايا يعني ضرب النص، حد النصف، ليحصل على شراب السكر. اترك شراب السكر حتى يبرد ثم احتفظ به في اناء مغلق، دير واحد الاناء مغلق. استعملوا، احضروا مشروبا بنكهه الليمون، وعصروا ليمونه لاحصل على عصيرها، ليمونه حامضه. اخلط عصير الليمون مع قليل من شراب السكر، هذاك شراب السكر درته في كاس، اكمل ماء ملء الكأس بالماء واشربه. صافي، استخلصوا. املأ الفراغات بما يلي: يتقلص مقادير يغلي شراب خليط. يتطلب تحضير شراب السكر. شراب السكر يتطلب تحضير شراب سكر معينة، كاين واحد شنو هو مقا، واحد المقادير ماشي عاد على حط مثلا شويه ديال السكر ودير جوج كيسان ديال الماء ولا دير شويه ديال الليمون ولا ضرب عاد الليمونات ولا لا، المقادير تكون محدده يعني مقادير معينه من السكر والماء باش نحصلوا على داك الشراب ديال السكر. يترك خليطو هيا السكر والماء، الخليط لا ديرك تما خليط متجانس، السكر والماء كتسمى خليط متجانس لحقاش ماكلش تفصل ما بين الماء والسكر كيكون دافي. يترك خليط السكر والماء على موقد اذا يغلي. اذا باش كنعرفوا هذه الكلمه هذه هي شنو جاي من موراها، اذا يترك خليط السكر والماء يغلي على الموقد، حتى يتقلص حجمه الى النصف. تتقلص حجمه شراب سيغو مقدار كونشيتي. اذا استثمروا جو كوش لا كاز دو لا فراز جوست، جو لو سوكر نو سو ديسو با دون لو، السكر ما كيدوبش في الماء، ما كيدوبش، هي
هذه نو 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 هي لا نو سو ديسو با دون لو ما كيدوش الماء هنا خصنا جوست يكون صحيح لا خطأ هذا نديرو لها شي حاجة الكوشيشة ولا حقاش ماشي هذيك الماء خاطئة لو سيغو دو سوكر شراب السكر اي ان ميلونج هوموجين خليط متجانس خليط متجانس يمكنك تفصل بيناتهم يمكنك تعرف بالعين المجرده شنو اللي مكون منه لا السكر والماء الليمون داو تما بقات شي حاجه كلشي مخلط تما اذا هوموجين خليط متجانس فري سي فري لو سوكر سو ديسو السكر يذوب دون لو شود وي كيذوب في الماء السكر كيذوب في الماء كيذوب في الماء ساخن شود هي ساخن زعما ساخن ساخن لو سيرو دو سكر شراب سكر اي ان ميلونج هيتيروجين عكس ديال هوموجين يعني دارو العكس ديال الكلمه هادي هي شراب السكري هو خليط غير متجانس قال زعما غير متجانس وحنا شنو قلنا له انه خليط متجانس اذا الكلمه خاطئه اذا ما نكونشيوش عليها الى هنا ينتهي هذا الفيديو دمتم في رعايه الله والى اللقاء